نعم، هذا طبعا الاحتمال وارد ومحسوب امريكيا ايضا. انا اقول ان اسرائيل اذا قامت بهذه العمليه فالنتيجه واحده، اذا تركت ايران تعمل براحتها وهي الان تجاوزت نسبه التخصيب 60% وقد تصل في اي لحظه الى مستوى 90% لتفاجئ العالم بهذا الخبر الذي يعني امتلاكها او قدرتها النهائيه على تصنيع سلاح نووي. إسرائيل إذا ضربت إيران الآن فإيران ستكمل مشروعها بعد تأخير ربما تسببه هذه الضربات، وإن لم تضرب إسرائيل فإيران ستكمل مشروعها أيضا. وأنا بتقديري إيران لن تتوقف عن هذا المشروع بعد أن امتلكت مفاتيح القوة والقدرة فيه بأي حال من الأحوال، حتى وإن كانت هناك مباحثات نووية، حتى وإن كان هناك تسهيلات أمريكية تتعلق برفع العقوبات وما شابه ذلك. لذلك أنت تلاحظ والسادة المشاهدين يلاحظون أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لم يضع ثقله على موضوع عودة إيران إلى الاتفاقات أو إلى المباحثات النووية عن قصد وليس عن عدم حاجة لرفع العقوبات مثلا، لكن هم يريدون أن يروضوا الطرف الآخر ويكسب وقتا أيضا من خلال تحفيز علمائهم وطاقاتهم العاملة في المجال النووي أن يختصروا الزمن وأن يوفروا الطاقات اللازمة لأن يظهروا للعالم قدرة الإيرانيين على بناء مشروع نووي متكامل لا يستطيع أحد إيقافه. إسرائيل بين خيارين نتيجتهم واحدة، لذلك أنا أميل إلى أن إسرائيل ستقوم بما عليها وليكن بعد ذلك ما يكن، لأن الأهداف التي ستقوم إسرائيل بضربها هي ليست هدف وهدفين وثلاثة، بل ربما ستقوم أسراب من الطائرات الإسرائيلية بمهاجمة أهداف متعددة ذات أهمية قصوى وبأسلحة غير تقليدية، كما ذكرت في بداية حديثك في هذا السؤال عن طلب ربما إضافات إلى الـ F-35 وأيضا الـ F-15 المطورة، وأيضا هناك تدريبات تمت بين الولايات المتحدة وبين إسرائيل على تجربة صواريخ باليستية حديثة ذات مديات بعيدة ودقة إصابة تعادل 100%، لا مجال للخطأ فيها أبدا. لهذا أنا أقول أن الضربة الإسرائيلية مقبلة أو قادمة، متى كيف أين، هذا طبعا ما يمتاز به النظام الاستخباري الإسرائيلي وأيضا التعاون الغربي العام مع أمن إسرائيل بما لا يسمح بتسريب أي معلومات للأطراف الأخرى.